شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حديثنا عن وصايا لقمان عليه السلام. هذه الوصايا المباركة من لقمان عليه السلام لابنه، أن الله تبارك وتعالى قد استفتح الحديث عن لقمان أن الله سبحانه وتعالى قد آتاه الحكمة، قال عز من قائل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال سبحانه وتعالى أيضا في موضع آخر من سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن فقد أوتي لقمان عليه السلام الخير الكثير. هذا الخير الكثير سوف نستشفه من خلال هذه الوصايا التي أمدها لابنه. إذن الله سبحانه وتعالى في هذا الاستفتاح المبارك قال: أنشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، أي أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الحكمة. والحكمة كما قال أهل العلم بأن هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، سواء كان قولا أو فعلا. فإذا أخذ الشيء مكانه اللائق به قال قد أحكمت الأمر، أي أصبت. ومن هنا قال عز من قائل: لقد آتينا لقمان الحكمة، أي كل ذلك الكلام الذي قاله لابنه في موضعه اللائق كوصية، كوصية أب لابن. فإذا الابن الذي كان الشيء الذي كان يسمعه من أبيه كان في موضعه، وهذا بدليل القرآن الكريم أن لقمان قد آتاه الله الحكمة. فبداية الكلام وما تخلل الكلام وآخر الكلام كله حكمة، فالذي ابتدأ به والذي تخلل كلامه والذي ختم به كله حكمة. فلننظر إلى هذه الجوانب التي سنستشفها من خلال هذه الوصايا. قال عز من قائل: أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا العطاء، عندما تشكر سبحانه وتعالى على هذه النعمة، والنعم كثيرة، من جملة هذه النعم نعمة الحكمة. فإن أنت شكرت الله على شيء أمده لك فإنما تشكر، يعني تشكر الله سبحانه وتعالى عوض ذلك الشكر لك. أما إن كفرت فإن الله غني، لا يحتاج إلى شكرك، إن الله غني غناه مطلق، ولا لا يفتقر الله سبحانه وتعالى إلى يعني إلى شكرك حتى تزيده، أو أنك إذا امتنعت ستنقصه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا أول شيء نستشف من وصايا لقمان أن أول قاعدة يوصي بها ابنه يقول: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهو تقرير الوحدانية، يا ابني إذا ما كنت مؤمنا بالله فاجعل الإيمان نقيا صافيا، لا تشارك مع الله سبحانه وتعالى في إيمانك شيئا، اجعله لله. فإذا كان الإنسان أحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى، حسن علاقته مع الله، كانت رابطته مع الله قوية حيث لا أضداد ولا أنداد ولا أغيار في قلبه، جعل قلبه سليما مطمئنا، سلامة القلب من تلك الشوائب التي تجعله يسيء الظن بالله، يجعله يتوكل على غير الله، يستعين بغير الله. إنما أفوض أمري إلى الله في كل أمور حياته، يجعلها لله، كما قال عز من قائل، وهو يعلمنا سبحانه كيف نقر هذه الوحدانية، كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. اجعل هذا الكل لله تبارك وتعالى. إذن قال: يا بني لا تشرك بالله. فإذا تحقق هذا الأصل فقد استقامت إنسانيتك، استقامت كرامتك، استقام وجودك
كله في هذه الحياة لأنك مع الخالق سبحانه وتعالى. فالخالق الذي خلقك هو الذي وجهك، وكان توجيهه لك يعني توجيهه من الخالق، هو الذي يعلم بك. ألا يعلم من خلق؟ إن الذي خلقك هو الذي هو أعلم بك، فهو ما هو ما يليق بك. فإياك أن تشاركه، إياك أن تشارك به أحدا حيث لا يعلم بك، ليس خالقك. إذا فمن الحكمة ألا تشرك بالله، فإن أشركت لقد يعني خرجت عن جانبت الصواب. نعم، لقد جانبت الصواب، تركت الخالق واتجهت إلى المخلوق مثلك واستعنت به وهو لا يعلم من تكون، لا يعلم من تكون. كان يوما من الأيام لم يكن. إذا فعد إلى الخالق الذي كان قبل خلق، قبل وجود هذه الكينونات كلها، هو الذي أوجدها وأوجدك، فعد إلى الله. إذن يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، ظلم عظيم. لماذا سمي ظلم عظيم؟ اعتداء، تجاوزت، وهذا هو الظلم. الظلم العظيم هو التجاوز الحقيقة التي لا يجوز أن تنكر، وهي وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذن مع وصية أخرى إن شاء الله قادمة نتوجه بها إليكم إن شاء الله في الدرس القادم لتوضيح معاني وأبعاد وصايا لقمان لابنه. بارك الله فيكم وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.